أكتب إليك رسالتي وكل أمل أن تصلك وأنت في تمام الصحة والعافية كما أتمنى لك النجاح بالدراسة. نستمع يوميا إلى أغنية أم كلثوم على إذاعة إسرائيل الساعة 6:45 وأني بانتظار أن أسمع أن أستمع إلى الأغاني التي ذكرتني. كانت تسقط على مخيم عين الحلو 16 قذيفة وصاروخ في الدقيقة الواحدة. دمر الغزو الإسرائيلي مخيم عين الحلو بعد أسبوعين من الحصار والقصف العنيف. طلعنا من الملجأ كل البيوت مدمرة، الحجار كله على الطرقات، مواسير المي كلها مكسرة، ماشيين للمجهول.